ده يستدعي ان انت تفك الفقه نفسه، تفك جذور الفقه الاسلامي. متى نشأ هذا الفقه الاسلامي وعلاقته بالجدل اللاهوتي المسيحي؟ وهي مسألة محتاجة بحث تاريخي طبعا في اجواء فيها حرية اكتر طبعا، لانه من ضمن الاشكاليات اللي بيقع فيها الفقه الاسلامي هو الجدل اللاهوتي المسيحي جزء كبير منه عن ايه؟ عن مسألة الثالوث. ومسألة الثالوث يعني لما بتتكلم عن كلمة هيبوستاسيس في اليوناني، الله شخص في التصور المسيحي، ومش بس شخص، الله ثلاث شخوص، والله هو صفاته. فلما تترجم كلمة هيبوستاسيس لصفة في الفقه الإسلامي وتحاول أن تتخلص من أنت لا تعترف بالثالوث، يعني مش موجود في العقيدة الإسلامية، فاضطريت أنك تتخلص من فكرة أن الله شخص، يعني تخليت عن هذا التصور، وبالتالي افترضت أن صفات الله هي شيء مفصول وقائم بذاته بعيدا عن ذات الله. فبقى عندك مشكلة في تصور فكرة العدل، لأنك بدل ما كان الله هو العدل نفسه أصبح العدل كأنه تصور أفلاطوني أن العدل هو شيء مستقل عن ذات الله، فأنت مش قادر تتصور أن الله إذا كان الله عادل ولا غير عادل، وخلقت هذه الإشكالية. طبعا في إشكاليات تانية جوه الفقه الإسلامي نتيجة التأثر بالجدالات اللاهوتية المسيحية في فترات تاريخية معينة، ثم يعني تفريغها من محتواها ده اللي هو أصل الجدال المسيحي، وخلق إشكاليات جديدة مش مفهومة عند الناس، وبالذات كمان ان ده الكلام ده ما بيتقالش لعامة الناس وما بيتقالش لعامة المسلمين، وما فيهوش دراسات تاريخية كافية ولا حتى محاولات للتحليل المنطقي والفلسفي.